السلام عليكم أخواني، هذه حفارة هيونداي 250 ال سي سات من النوع القديم على ما أظن 2010. سأريكم المظهر الخارجي وأهم ما فيها. فلنبدأ برؤوس التشحين. عندنا هنا واحد وهنا كذلك. بالنسبة للمجرف، وأهم ما في المجرف هذا وهذا، لأنه يدخل التراب ويصير احتكاك بالداخل. فمن الأحسن قبل كل عمل كل يوم أن تشحم هذا وهذا فقط، وتزيد هذا ثلاثة. أما باقي الحفارة فعلى حسب العمل. أما هذه الثلاثة عليكم كل يوم إن أردتم، أو يوما بعد يوم. وهذا رأس التشحيم لهذا. وهنا عندنا ثلاثة، واحد ثلاثة، والفوق هنالك واحد، وأيضا هنالك واحد. في رأس الحفارة أيضا في الأعلى هنالك واحد آخر، طبعا لتشحيم الرؤوس العليا. بالنسبة للحفارة فعليك إغلاق المجرف وإنزال الفتوى تشحيمها. هنا أيضا عندنا آخر هنا وهنا، وهذا خاص بقاعدة الدوران. هناك ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. أما بالنسبة إلى الأذرع الهيدروليكية فهناك أنابيب توصل هذا بالنسبة للذراع اليمين واليسار، وفي الوسط تنزل وتشحم هذه الرؤوس. وهذا خاص بقاعدة الذراع. هنا كان أنبوب من اليمين ولا اليسار تشحم هذه القواعد. هذه ما فيها من تشحيم كامل. وهذا خاص بقاعدة الدوران لمعرفة مستوى الزيت. سأريكم في الأسفل مستوى الزيت الهيدروليكي. وهذا خاص بخزان الوقود، ولمعرفة مستوى الخزان تأتي هنا زجاجة ولكنها منكسرة، فما عليكم إلا أن تروها من الداخل قمرة الحفارة. والمحرك هنا في الأعلى تنزع هاته هنا، معرفة مستوى زيت المحرك، التيربو، وموزع الوقود. وهنا المبرد، وهذه الفلاتر الخاصة بالزيت المحرك. وهنالك فلتر آخر في الجنب الحفارة، سأنزل وأريه لكم. نأتي هذا إلى هذا الباب ونفتح هذه مضخات الزيت الهيدروليكي. كما ترون يأتي هذا الأنبوب من الخزان هنا، وهذا فلتر الزيت الهيدروليكي، وهذا فلتر الوقود، وهذا أيضا فلتر المحرك، فلتر المحرك الحفارة.
سواء الزيت الهيدروليكي نرى هذه الزجاجة. طبعا لمعرفة عليك كما هو مبين هنا تعرف لكي تعرف مستوى الزيت عليك أن تفتح المجرف كاملا بالذراع كاملا وتأتي لهنا وترى مستوى الزيت. لا تجعل الحفارة كما هي هكذا، لا بل بالعكس افتح كل شيء كما هو مصور ثم أتي إلى هنا وراء ولترى الزجاج. نأتي إلى هنا، هذا فلتر الهواء الخاص بالمحرك وهذه علبة الكهرباء وهذه قاطعة الكهرباء وهنا البطاريات. أما بالنسبة للسلاسل الحفارة عندما تريد تغيير مثلا عجلة الحفارة هذه أو عندما ترى أن السلسلة الخاصة بالحفارة مرتخية وتريد أن تمددها عليك إلا أن تأتي إلى هنا كما هو مبين، هنا رأس التشحيم، ما عليك إلا تشحيم هذه وتأتي بالذراع للجهة اليمنى وتضعه هكذا ثم ترفع الجهة هذه ثم تشحم فتتمدد هذه السلسلة. وأيضا إذا أردت مثلا تغيير السلسلة أو ما شابه ما عليك إلا فتح هذا البرغي وسيخرج الشحم فترجع السلسلة مرتخية. هذه أهم مميزات هذه حفارة هيونداي 250 LC 7 وأرجو أنكم استفدتم من هذا الفيديو.